السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم أسامة زرعي من أكاديمية بي برو تريدر، وده فيديو تحليل الأسبوع اللي هيكون خاص بالعملات، ومعانا الذهب ومعانا البترول. هنبدأ بأول حاجة معانا وهي إندكس الدولار الأمريكي. قبل ما نتكلم في الحركة الخاصة بإندكس الدولار الأمريكي، خلينا نعرف آخر اجتماع للفدرالي عمل إيه. اخر اجتماع للفدرالي، الفدرالي ثبت الفايده بالقرب من صفر، اللي هي كان يعني 0.25%، مع تصريحات بانه مش هيفكر في رفع اسعار الفايده مره تانية حتى نهايه العام، واحتماليه كمان كبيره تفضل لحد 2022. الفدرالي هيفضل مكمل في دوره عمليه تحفيز الاسواق حتى يتعافى تحديدا سوق العمل، والعمليه دي هتكون تحديدا قائمه على جزئيتين. اول حاجه تخصيص 80 مليار علشان يشتري منها سندات الخزانه، وكمان هيوفر من عندك 40 مليار دولار للاوراق الماليه اللي هي هتكون مدعومه بالرهن العقاري. يعني لو بالنسبه لمعدلات البطاله، فالفدرالي بيقول ان هو خلال الثلاث شهور الاخيره من عام 2020 هيوصل فيها معدلات البطاله ل 9.3، اللي هي اصلا حاليا دلوقتي هتكون حوالي 13.3. وبالنسبة على النمو، من المفترض ان هم متوقعين انخفاض في معدلات الناتج او النمو بمعدل 6.5% على انه يتعافى ب 5% في العام الثاني. على اثر برضو، لو هنتكلم على جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، منظمة الصحة العالمية بتقول ان الفيروس في اوروبا بيتعافى وخلاص، ما يعني تعتبر مفيش منه ضرر، لكن على مستوى العالم في ضرر كبير منه، وده اللي خلانا بيحذر من موجه ثانيه. لكن طلع وزير الخزانه الامريكيه بيقول ان لا، احنا مش هنقفل الاقتصاد مره ثانيه ومش هيحصل كده. فنوعا ما احنا بنشوف ان يعني الفدرالي هيفضل مكمل في عمليه تحفيز الاقتصاد، واعتقد ان هيزيد الطلب على الدولار الامريكي خلال الفترات. طيب بالنسبه للتحليل الفني لاندكس الدولار الامريكي، لما نيجي نشوف التحليل الفني، لان من هنا من عنده تكون نموذج اي بي ايكوال سي دي، من المفترض ان منطقه البي ار زد بتاعتنا من هنا نزلت فايق، ومن بعد كده طلع مره ثانيه، وهو كان وصل من هنا لمنطقه الطلب اللي موجوده. فالحقيقه احنا متوقع ان يحصل عندي صعود في الدولار الامريكي، ممكن نشوف نوعا ما هبوط للدولار مع التداولات اول الاسبوع، ومن بعد كده هنبدا نشوف صعود. لو جينا بالتحليل الكلاسيكي، هنلاقي اننا نقدر نعتبر ان دي قناه كلاسيكيه حاده. انكسرت القناه الكلاسيكيه معانا، ومن المفترض ان احنا هنبدا ان شاء الله نكون في الاتجاه الصاعد. طيب تمام، تعالى نروح نشوف ايه الازواج المتكونه معانا. اول زوج وهو الدولار كندي. بالنسبه لحركه الدولار الكندي، عندي من هنا نموذجين من نماذج الهارمونيك. اول نموذج منطقه البي ار زد بتاعته متفقه معانا من هنا، ده النموذج هو نموذج الاي بي ايكوال سي دي، وزي ما حصل في اندكس الدولار هنا برضو كان نازل فايق منطقه البي ار زد الخاصه بنموذج الاي بي ايكوال سي دي، ومن بعد كده بدا يصعد. الحقيقه بشوف ان منطقه الدولار فاصل 34 96 منطقه مهمه للتداول، في حاله ان احنا فتح معانا الاسواق على تراجعات، وصل معانا عند دولار فاصل 34 96 يمكن ان احنا نشتري. هنشتري بي ان شاء الله، هيكون هدفنا حوالي 246 نقطه من التريده، بس هنقسم يعني ممكن تقسم اهدافك ل 50 او 100 نقطه، المهم ان اخر هدف لينا هيكون عند دولار فاصل 37 028. وطبعا ممكن تحط الستوب لوز بتاعك من هنا، او بتشوف انت الستوب لوز بتاعك بيكون كام في الميه من مجمل الحساب بتاعك. تعالى كمان نروح نشوف زوج تاني معانا، وهو زوج النيوزيلندي دولار. بالنسبه لزوج النيوزيلندي دولار، مكون لي نموذج من نماذج الهارمونيك، هو نموذج الكراب، وصل لمنطقه البي ار زد بتاعته عند منطقه 0.65 032، وكمان مكون نموذج اي بي ايكوال سي دي في المنطقه، برضو الاثنين متفقين في منطقه بي ار زد. فالحقيقه يعني وفق الحركه الفنيه اللي هتكون قصادنا، لو كمان جينا رسمنا ترند من هنا، هنلاقي برضو ان الترند بتاعنا من هنا تم كسره. يعني لو هنظبط الترند بتاعنا شويه، هنلاقي ان الترند بتاعنا تم كسره، لكن انا بميل اكتر للحركه السعريه، ان انا ابدا اشوف صعود من المكان اللي من هنا، ان هو يوصل لي مره ثانيه ل 0.65 032، وبعد كده ان شاء الله هنبدا نشوف هبوط على اثر النموذجين اللي معايا.
طيب تعالى كمان نروح نشوف ايه تاني معانا. معانا زوج اليورو، لان الحقيقه كنا محللين اليورو في التحليلات اللي فاتت على قنواتنا على تليجرام، وهتلاقيها ان شاء الله هنسيب لك قنوات الاكاديميه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بنتوقع الحال اليورو ين، يعني انا بص انا شايف انه احتماليه كبيره جدا ان احنا ندخل في اتجاه عرض. من الممكن ان احنا لو صعدنا ممكن ان احنا نبيع اليورو ين من المنطقه اللي هي 122.296، من بعد كده هنبدا نشوف هبوط ممكن يجيب لنا الهبوط ل 120.371، بعد كده ل 120.028، بعد كده من الممكن ان احنا نصعد منها مره ثانيه. واحتماليه الصعود من قبل المنطقه ورده، يعني احتماليه الصعود من المنطقه دي هي ورده برضه. فالحقيقه اللي انا بشوفه ايه؟ بشوف ان احنا ندخل في اتجاه نوعا ما عرضي لليوروين في المساحه دي كلها. طيب تعالى كمان نروح نشوف معانا الذهب. الذهب الحمد لله احنا موفقين في تحليلات الذهب على مدار التحليلات الكامله في الاكاديمي عندنا، والحمد لله كنا تنبأنا بالهبوط اللي حصل من هنا، وكمان تنبأنا بالصعود وكل حاجه. بالنسبه لحركه الذهب، انا متكون عندي هنا نموذج الهرمونيك، لما هنيجي نبدا بس بالراحه. انا عندي من البدايه خالص لما نيجي نحلل بطاريه الهرمونيك هنلاقي ان ده نموذج شارت متكون عندي، دي منطقه البي ار زد بتاعته. لو انت هتجيب القياسات بتاعتك فاحتماليه كبيره انك تلاقي القياسات الفرعيه بتاعتك من فوق، وده ال 88 وال 113 بتاعت النموذج هتلاقيه من فوق. فالحقيقه احنا هنعتمد هنا على ال 88. طيب بالنسبه لنموذج ثاني هنلاقي ان هنا من عندي الاي بي ايكوال سي دي، برضه دي منطقه البي ار زد بتاعته، والاثنين متوافقين في نفس المكان، فاحنا بنميل اكتر للهبوط من المنطقه دي بناء على النموذجين من نماذج الهرمونيك اللي هو الشارك والاي بي ايكوال سي. طيب لما نروح نشوف للتحليل بالعرض والطلب، ويمكن احنا كنا بندي كورسات، الكورس بتاع العرض والطلب عندنا وكل المتدربين عندنا بيكونوا عارفين ان في كل منطقه ليها اثبات وليها تقييم. فالمنطقه اللي من هنا من عندنا هي مثبته وتم تقييمها، فالحقيقه برضو بشوف ان هي منطقه وارده جدا ليها. بالنسبه لي لو هنحلل برضو بالتحليل الكلاسيكي، فلو اخذنا القاعده والقاعده والقاعده ورسمنا عليهم الترند واخذنا المتوازي بتاعهم من هنا، فممكن نعتبر ان دي قناه سعريه كلاسيكيه، تم كسر القناه السعريه الكلاسيكيه، فاحنا بنوار يعني شايفين ان الهبوط هو يعني الاحتمالات الاكبر بتميل الى الجهه الهبوطيه. بالنسبه تاني لو انت عايز تعتبر ان ده راس، ادي الراس وكتفين هيد اند شولدر، وهتعتبر معايا ان دي الهيد وده ليفت شولدر وده رايت شولدر، وهنعتبر ان ده خط النيك لاين اللي وصل ما بينهم، فاحنا هنشوف برضه الهبوط. لو عايز تعتبر كمان دول ان هم دول دبل توب وده خط النيك لاين بتاعهم، فممكن برضه ان احنا نكون اهم بيها. فوفق للعرض والطلب، وفق للهرمونيك، وفق كمان للتحليل الكلاسيكي، بنميل اكتر ان احنا نشوف الهبوط بالنسبه للذهب. لكن هنشوف من الممكن ان احنا نبدا نشوف صعود، ان الصعود ده جاب لنا ال 1733.47 للاونصه، ومن بعد كده هنبدا نشوف الهبوط. هنخلي اهدافنا كالاتي: 1726.37، ثاني هدف معانا هيكون 1721.95، اخر هدف معانا هيكون هو 1714.46. هنميل اكتر للصعود من المنطقه اللي هي من هنا، ايوه يعني هنرشح مره ثانيه الصعود من هنا، لكن خلينا في البدايه نحدد نشوف الهبوط هيحصل معانا ازاي، نلم اهدافنا ان شاء الله من هنا، ومن بعد كده تابعونا على الاكاديمي وقنوات الاكاديميه، وان شاء الله هنقول لو في اي جديد في التحليل. طيب اخر حاجه معانا وهي البترول. بالنسبه لحركه البترول، يعني احنا كنا حذرنا خلال الاسابيع اللي فاتت ان احتماليه ان احنا نشوف هبوط للبترول وارده جدا، الحمد لله كان هبط معانا. طيب هنعمل ايه؟ انا بميل اكتر ان هشوف البترول خلال الاسبوع عند 37.70، لكن هل اشتري؟ يعني هل اشتري بالفرق ده؟ لا، انا مش بميل ان احنا نكون شارعين في معدلات في البترول اللي احنا بنحلل دلوقتي اليو اس كرود، ويعني انا بميل اكتر ان احنا نبيعه من 37.